يلي قصة نسي قصة مرحبا بحول الناس باسكيري أكبر طاغي قاع ما كيسحى من الكاس. هكذا كانوا الظروف خرجوها في نصص الليل في يده الزمنديل وفي عيونها دموعها كتسيل. سميتها آية في عمرها 21 عام بحالة بحال بزاف البنات بغات تحقق أحلام. خرجات الدنيا صغيرة في قلبها هز الهموم نعسات قدام الجامع في نفسها بدات كتلوم كتقول أشنو ذنبي علاش هاكي يسرى حيت الجرح اللي تعاود يتحل عمرو ويتعاود يبرى. قصدات بيبان الله وحتى عاد فيهم ما حل قبلات تعيش مقهورة ولا تعيش في الدل. هزات عينيها الفوق كتشوف قدام البار قصدات ورجليها نايمة في قلبها شاعل النار. دخلات كانت فرحانة وسدت موراها الباب كاع ما كانت عارفة باللي غيكونوا غير الدياب. عطاني انذار شحال من مرة ما بغاش نموت انا ولا شاربة ولا ما بغاش نموت وانا في كسيدة ولا ما بغيتش بقى انا الليل ما لاحنيش بقى قادة ولكن انا اللي بغيت اللوح وما بقيتش باغا الليل ما بقيتش بغيت شي واحد بالضروري يشوف فيا شي شوفة خايبة باش يعطيني ولا ما بقيتش بغيت حالي بغيت نبدل. دخلات وبقات مصدومة كتشوف غير في الدياب قصدها واحد شافها غزالة بيخشي فيها غير نياب. قربات منه وقالها بغيت نديرو شي قصارة قتلي سمح لي لله قام ما عندي مع تسارة ضحك ليها وبغاك يشوف قالها راك فهمتي غالط قتلي انا بنت الناس بغيتش نتوسخ كيف الكاغط. الهضرة جابت هضرة الغزالة تعقد في الديب هو شافها الفريسة وهي حسباته الحبيب. في لحظة تفاوض واو شرف ضع لها من يدها قتلي ولت نبغيك هو طلق لها من يدها قالها شوف نقول ليك غنسمعك جوج كلمات الغلطة راها وقعات ولا ترى صافي راه مات. خرجات من البار عقلها رايح لبعيد دورات سنتا من الاول حياتها بدات كتعيد. في لحظة وهي قاطعة قدرت تكسيدها في ظلمة دمها سال في الارض وروحها طلعت للسما. ناس قل مني اللي بصح تعز عليا حياتي شفت ناس قل مني وعايشين قل مني وعايشين قلت علاش انا ما نعيش بغيت باش هاد المساعدة ديال بصح لي بغيت نرجع كرامتي بغيت هاد النفس ديالي تا هي ترتاح حيت كتطلبني بزاف